نعم بالفعل مروج كما ذكر في جياب لغة التفاؤل بدأت تنضحل نوعا ما من التصريحات الأمريكية منذ فترة بخصوص فرص العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2018، ولعل هذا هو السبب الذي جعل إدارة أو أحد الأسباب الذي جعل إدارة بايدن تتمسك حتى آخر رمق بهذه المفاوضات التي حتى هذه اللحظة لا تشارك فيها بشكل مباشر. حتى هذه اللحظة عادت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن القول إلى نقطة الصفر بتبادل الاتهامات من الطرفين بعدم جدية كل طرف في الالتزام بمخرجات الاتفاق النووي للعام 2015، ومع ذلك تبقى إدارة بايدن متمسكة بالخيار الدبلوماسي لحل هذه الأزمة مع طرح عدد من الخيارات أو الخطط البديلة كما يتم الترويج له هنا، أو حتى خطط مؤقتة كما جاء في عدد من التسريبات الصحفية، خاصة وأن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيتوجه الأسبوع المقبل لإسرائيل والملف الإيراني سيكون على رأس أولويات هذه المحادثات. عدد من المسؤولين الإسرائيليين وفي عدد من التصريحات قالوا بأن سوليفان قد يطرح العودة إلى اتفاق مؤقت، سبق لسوليفان أن طرحه على إسرائيل في حال لم تكن هناك فرص حقيقية للعودة إلى الاتفاق النووي أو بموجب 2015، وهذا ما يبدو حتى هذه اللحظة. حقيقة الخطة البديلة ملامحها غير واضحة، لكن حسب المعطيات على الأرض ما لدى هذه الإدارات هو العودة إلى العقوبات التي فرضتها على إيران.